زيت النخيل هو من الزيوت الطبيعية النباتية، يشتق ويستخرج من ثمار نخيل الزيت. لونه برتقالي ومذاقه كالزبدة. يستخدم كثيراً كمادة رخيصة في الكثير من المواد الغذائية المصنعة. ولكن لزيت النخيل مخاطر وأضرار عدة حذرت منها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية في تقريرها، الذي أظهر أن هذا الزيت يحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة بالهيدروجين، والذي قد يؤدي إلى سوء حالة دهون الدم، وأن تسخين زيت النخيل إلى درجة كبيرة قد يؤدي إلى تكوين ما يسمى سرات الأحماض الدهنية، وهذه المواد قد تتسبب في نشوء مرض السرطان. المشكلة أن زيت النخيل يوجد في المئات من المنتجات الغذائية مثل شوكولاتة كادبري ونوتيلا التي تلقت الضربة الأقوى بعد هذا التقرير. فزيت النخيل يستخدم بكثرة من قبل شركة فيريرو الإيطالية صاحبة المنتج الغذائي نوتيلا، لأنه يكسبه ليونة ويجعله قابلاً للفرد. لكن تقرير الهيئة حذر من استخدامه ولو قليلاً، لأنه قد يمثل خطراً على الأطفال. وفي مواجهة ذلك تحركت شركة فيريرو للدفاع عن منتجها، فأكدت أن أي بديل آخر عن هذا الزيت قد يغير من مواصفات النوتيلا، كما أنه قد يرفع سعرها. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها حالة من الجدل بشأن استهلاك زيت النخيل، إذ سبق أن تحدثت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن الخطورة المحتملة التي قد يسببها زيت النخيل، إلا أنهما لم توصيا المستهلكين بالتوقف عن تناوله.